تواجد الغير لبناني أمر وارد. المملكة العربية السعودية إلى دور أساسي وسوريا إلى الدور الثاني أو المرحلة الثانية هي الحرب الأساسية والكبيرة على لبنان. سيقوم العالم بدعمه يعني لمسح لبنان. أنا أشك بثقافة جبران باسيل فيما يتعلق بالمسألة اليهودية والصين. على الوعدو سوري الشاب، هذه الدولة السورية التي كانت متواجدة في لبنان في منطقتي في البقاع، والتي دخلت زحلة بناء على طلب شرعي ورسمي من الرئيس أمين جبير، هذا الذي أنقذ زحلة من دائرة الاستهداف العسكري. الجينات تبعكم جابت إسرائيل وغطت مجيء إسرائيل وغطت مشروع الجبل وتهجير الجبل. شو خليتوا بالبلد تحت عنوان قيادتكم الكريمة والتاريخية والمشؤومة؟ طبا طبا يا سامي، والله من أبيل نصيحة الكبير لي بعده من مقتبل العمر. هل يا ترى إذا أطل مرمرون من عليائه ونظر إلى هؤلاء سيرى مثلا بشخص مثل الأستاذ سامي شميل يستحق أن يكون من أبنائه؟ العراق وسوريا ويمكن إيران أحد أطراف هذه المعركة. إذا انتهى دور بعض القيادات المسيحية لا يعني أن دور المسيحية انتهى. ما في شيء اسمه المسيحيين معنيين بملف الرئاسة. المنطقة بعد اليوم لن تكون كالمنطقة أمس. نائب رئيس مجلس النواب السابق إديل فرز، أهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان أون. أهلا وسهلا فيك. دولة الرئيس محاور ونقاط كتيرة رح نحكيهم، ولكن رح أبدأ من ملف النزوح وجلسة مناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية اللي صارت من يومين. كيف شفت هيدي الفوضى اللي صايرة، الهبة الأوروبية، اتهام ميقاتي بالرشوة، كل هالتفاصيل؟ هذا كلام كله للمزايدات المحلية والشعبية. أساسا نفس القوى اللي هي رحبت وأرسلت وفود إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية للتأهيل بمجيئهم وأخذت تستدعيهم لأنه كان هناك في مشروع سياسي وأمني عنوانه استعمال هؤلاء في الفتنة السنية الشيعية القائمة في البلد وفي المنطقة، وفشل هالمشروع. اليوم أخذوا يشكلوا عبء وهم عبء، ونحن ما يجب أن نعترف بذلك ويجب أن نقول لا بد من العودة. بس نحن بنعرف تماما وكمالا أن الأوروبيين والغربيين منهم بوارد العودة هلأ، ولا بيشتغلوا للعودة هلأ، لأنه بيشتغلوا بالسياسي لأنه بدهم يستعملوهم للضغط في مشاريع عديدة سياسية لم تستقبل فيما يتعلق بسوريا. نحن كلبنانيين اللي إلنا مصلحة بعودة النازحين عندنا محورين بدنا نشتغل عليهم، وهذا الكلام اللي كان لازم ينقال في سوريا الدولة المعنية بالموضوع التي يجب أن يتم إلى وضع مخطط وتصور مشترك ذات طابع استراتيجي بين لبنان وسوريا، وهذا يتطلب الذهاب إلى سوريا والجلوس على طاولة مفاوضات والعمل من أجل تحقيق وضع خطة من أجل التعاطي بملف النازحين. بالنهاية هذا مسألة سورية لبنانية مثل ما هي لبنانية سورية. طيب هي مسألة سورية لبنانية، ولكن اسمح لي دولة الرئيس، عم نشوف بشار الأسد ويقال أنه ما بده يرجع بلده. كلمة يقال مش دقيقة الكلام. كيف؟ ما شفنا وين تصرف بأي موقف، أخذ موقف وقال أنا بدي رجع أبناء سوريا إلى سوريا؟ مش دقيقة. طلعتي أنت كرئيس جمهورية وقت ميشيل عون أو هلأ كرئيس حكومي طلعت عملتي مفاوضات مشتركة، وأنا برأيي هذا الملف يبحث مع رئيس الجمهورية القادم. على كل حال طلعتي عملتي مفاوضات ورجعتي بكلام سلبي، أنا أؤكد. هلا كان في أوقات زيارات إطلاقا أنا أؤكد، برجع بأكد أن الموقف سيكون إيجابي والتصور المشترك بينوضع ويتم تحقيق الأهداف المرجوة. الغربيين بيمنعوهم وبدليل أنه بيحطوا خطة لل27 هلأ تحت عنوان هاي المليار وهي كل سنة 300 مليون من قصتها لإسكات اللبنانيين بهذا المال. على كل حال هذا مال لازم يندفع للسوريين. هذا مال لازم يندفع للسوريين، بس نحن منا مجبورين إطلاقا ننتظر هذا الكلام. أنت عندك كميات ضخمة من السوريين. أنا برأيي الشخصي باستطاعة العلاقة الثنائية مع سوريا أن تحقق نقلة نوعية كبيرة بالعدد حتى بدون الأوروبيين
ولكن لسوء الحظ مثل ما شايفي انت حفلة المزايدات وحفلة مش الغاية تحقيق الهدف بمقدار ما الغاية هو حفلة مزايدات الأول ملاك. يعني اليوم لو حضرتك كنت بعدك بالسلطة كنت أول شيء بتعمله بتشكل وفد وبتطلع عند الرئيس بشار الأسد؟ أبدا، الرئيس الجمهورية بيجي بوفد، هو المسؤول عن السيادة، هو مسؤول عن أمن الوطن بقسمه الدستوري. طبعا بطلع بجتمع مع دولة تربطني فيها جغرافيا سياسية واضحة 200 كيلو متر حدود، وثبت أنه كل الأمور اللي استعملت وكل المخططات الدولية من شرق أوسط جديد لشرق أوسط قديم، كل هذه الشارات ذهبت أدراج الرياح على حساب أمن سوريا وأمن لبنان، ودمر البلد في سوريا ودمر البلد في لبنان. بطلع باجتماع وبحط خطة مشتركة لهالموضوع. وين كان الرئيس هون بعهده معالج الملف قبل ما يصير؟ كان مشغول بمسألة تأمين السلطة الداخلية في لبنان لمصلحة جبران، ما كانش بها الوارد، كانش بها الوارد، بس كانوا يعملوا شعارات ويطلقوا شعارات. هذا أمر ثابت يعني، مش إنه بدليل إنه مروا 6 سنين لم يجري اجتماع واحد في سبيل هذا الأمر. صحيح. حضرتك بتنتقد النائب جبران باسيل بأدائه السياسي، ولكن بملف النزوح كيف شفت تصرف النائب باسيل والتيار ككل؟ كان في شيء بكلامه لا بأس فيه، كان في بشكل كلامه، بس يعني أسمع كلامك أفرح، أشوف أعمالك تعجب. يعني ما يعني أنا ما عندي ثقة بأنه الوزير باسيل بالمسائل الأولوية عنده هي مسائل مكاسبه الشخصية مش القضايا الوطنية الأساسية، وهذا الشيء ثبت 6 سنين حكم بظهر حزب الله، بظهر الأكثرية النيابية، بظهر التلت المعطل بمجالس الوزراء المتعاقبة، لا بل الأكثرية المثالية، وبعهد ميشيل سليمان التلت المعطل بظهره لم يقدم على خطوة واحدة واحد. برجع بسأل عن مصالح. نعم. عن الهجرة الموسمية اللي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، كيف شفت هذا الموضوع؟ الهجرة الموسمية يعني بيصد السوريين اللي بيجوا على لبنان موسميا؟ لا، الهجرة الموسمية إلى الدول الأوروبية، هجرة اللبنانيين الموسمية. ما فهمت شو بيقصد فيها الرئيس. نحكى أنه أوروبا رح تتعاون مع الدولة اللبنانية لتأمن هجرة موسمية لبعض اللبنانيين ليروحوا يشتغلوا هناك ويجوا، فكان هون في موجة انتقاد على الرئيس ميقاتي بهيدا الموضوع، أنه ليش هيدا الهجرة ما بتتجير للسوريين مثلا مش للبنانية، ليش اللبناني بده يهجر من بلده؟ صحيح، هذا كلام دقيق، وأنا أدبياتها غلط. أنا أدبياتها غلط، مع أني أنا مؤمن انه الرئيس ميقاتي مش بوارد التسليم بمبدا انه توطين السوريين بلبنان، ولكن ادبيات استعمال هذه الادبيات انه انا الهجره الموسميه للبنانيين، شو هالحكي؟ عم نحكي بعوده السوريين بتصفي عم نحكي بالهجره الموسميه؟ شو بعرفتي الهجره الموسميه ما بتتحول الى هجره مستمره؟ نعم صحيح. اليوم كيف توصف أداء النواب بمجلس النواب إذا بدنا نعمل شوي مقارنة بين المجلس الحالي والمجلس من 10-15 سنة؟ مش مجال للتشبيه، ما في مجال للتشبيه، في فشل ذريع. هذا مجلس أكاد أقول أنه عاجز عن تحقيق أي هدف، والسبب بسيط. أنت بلبنان نظام ديمقراطي برلماني، أي أن الديمقراطية ألبست لبوس البرلمانية. نعم. شو يعني البرلمانية؟ البرلمانية يعني أكثرية وأقلية. ليش أكثرية وأقلية؟ لتغيير الحكومات، لانتخاب رئيس، لاجتماع المجلس، لمسألة الحساب والمحاسبة للحكومات المتعاقبة. هذا فلسفة البرلمانية تكمنه. أنت هذا المجلس ما في أكثرية، وبالتالي هذا عاجز عن تحقيق أي شيء. بالكيان العدو الإسرائيلي وقت انتخب هذا المجلس الكنيسة القائم قبل هذا، نعمل 5 انتخابات ب4 سنين ليجيبوا حكومة بأكثرية صوت واحد. 5 انتخابات يعني كل 7 أشهر يعملوا انتخابات ليقدروا يجيبوا وزارة بحكومة بصوت واحد زيد، ليقدروا يعملوا أكثرية وأقلية. نعم. هذا مجلس عاجز تماما وكمالا، عاجز بممارسته الديمقراطية والبرلمانية، بالأدبيات اللي بيطرحها،
بإطلالات تستعمل. أنا بحاول استنتج هيك بعض العبر من بعض الكلمات، وأنت لسه اسمع بعض الكلمات. طبعا في كلمات تستعمل للشعبويات وهيك والاستثمار السياسي، صحيح، تكاد النفس أن تتقيأ منها يعني، ما أعرف. في بعض كلمات وازن بس، ولكن لسوء الحظ ما بتصيب الهدف نادرا كلمات اللي النائب بسيط بالجلسة من يومين خلال كلمته قال أنه هناك مخطط لتفكيك دولة المنطقة بما يخدم إسرائيل وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية. هذه قصة مخطط قديم وحلم إسرائيلي قديم، وهذا هو يعني بممارسته بالسلطة أدت إلى تفكيك أوصال السلطة ومؤسساتها. هذه الممارسة أدت إلى التفكيك، نعم. وبالتالي لازم يسأل حاله، هل أمن وحدة البلد أرضا وشعبا ومؤسسات؟ هل أمن أقله سلطة القضاء التي كانت ممسك بها إمساكا كاملا على مستوى الوزير ومجلس القضاء و هل استطاع أن يمسك بمؤسسات الدولة بطريقة تحافظ على وحدة البلد؟ لسوء الحظ، وهذه هي إسرائيل اللي قال عنا انه ما في خلاف عقائدي بينه وبينه. هذه لحد هلا ما فهمت بثقافته المتعلقه العميقه في التاريخ اليهودي والاسرائيلي، يقول لي كيف ما فيش خلاف عقائدي؟ لو بيطلع بيطل على اللبنانيين بيشرح لنا هذا الخلاف العقائدي. انا اشك بثقافه جبران باسيل فيما يتعلق بالمساله اليهوديه والصهيونيه. اوف، شو بتقصد؟ بالعلم، بالمعرفه عم بحكي. هو لا يعرف، ما عنده معرفة لا طبعا. أنا أقول هالكلام ومسؤول عنه يعني، مش أنه لا بيعرف تاريخ الحركة الصهيونية ولا بيعرف تاريخ إسرائيل ولا بيعرف نشأة اليهود ولا تاريخ الأشكناز ولا تاريخ السفرديم ولا تاريخه ولا شو قصة الدين اليهودي ولا تلموده ولا توراته ولا، أكيد ما له معرفة. هو التاريخ بالنسبة له بدأ معه، عرفت كيف؟ وده أكبر دليل بكل الأدبيات اللي بيستعملها، بكل أدبياته ما بتوجدي كلمة واحدة إلى علاقة بالتاريخ تأخذ من التاريخ العبرة يستشهد بها، لأنه بهالموضوع أنا بعتقد ما في ثقافة بهالصعيد. وأنا عم بحكي بهالموضوع يعني، مش أنه عم بحكي كلام لحتى اشتم، لا معاذ الله، عم بحكي كلام نتيجة قراءة الواقع الحقيقي. وإلا شرف هاي الشاشات شرف، لذلك ما بيقدر. لذلك بس يحكي عن قصة المخطط الصهيوني الذي يستهدف إلى إنشاء الكيانات القومية والمتعددة في المنطقة وكيانات طائفية ومذهبية، هذا كلام يردد عند أي مواطن منذ أن ولد محمد يتيما حتى اليوم يعني، بالقصة مش أنه شي جديد. أب يحكي بيهدد الطرف الآخر ليذكر بقيمته التمثيلية لحتى يرجع عيد صياغة علاقات على قاعدة أن يكون له حصة وازنة في السلطة القادمة، سواء بالرئاسة أو بالحكومة أو بالوزارة أو امبارح النائب سامي الجميل بتصريح قال هناك نموذج ميشيل المر والياس الفرزلي وسليمان فرنجية حلفاء النظام السوري في فترة الاحتلال، وتستطيع أن تتعامل مع الاحتلال وتغطيته وتكون شريكة معه أو أن تقاومه وتحرر البلد منه. إن اليوم بعدهم عم يتهموك إنه حضرتك مشارك مع النظام السوري يلي بعده عم يحتل علناً وعلى رؤوس الأشهاد، علناً وعلى رؤوس الأشهاد. هذه الدولة السورية التي كانت متواجدة في لبنان في منطقتي في البقاع، والتي دخلت زحلة بناء على طلب شرعي ورسمي من الرئيس أمين جميل، طلب شرعي ورسمي عن طريق العميد سيمون أسيس رئيس فرع المخابرات اللي طلع ونقل هذا الطلب، لأن السوريين كانوا رافضين يفوتوا. أمين الجميل هو اللي طلب؟ طبعا حدا بيقدر يقول لا، أنا معني بالموضوع، حدا بيتجرأ يقول لا. طلع العميد السيس طلب هذا الطلب رسميا بعد اجتماع كان عقد بالمجلس الحربي، كنت أنا والمطرح حداد وخليل الهلال واجتمعنا بإيدي حباية، وكانوا بعد الاتفاق الثلاثي وصار اللي قبل وصار اللي صار. أنا وموجود كنت تلفن إليه بايئة للعميد السيس وقال له أنا ما عندي مانع
وقال له إذا كنت أنا طالب منه يحكي مع رئيس جمعية لأن السوريين رافضين. قال لي ما بحكي مع رئيس جمعية. قلت له تحكي مع رئيس المخابرات. حكي مع العميد أسيس، والعميد أسيس بس فطلعنا من بيروت كان نطرنا عند الياس الهراوي المطرح حداد، نطرني هو خلي الهراوي على الغداء بعد الاجتماع، عملنا حالنا طلعنا على عند اللواء كنعان، لقينا العميد سيمون أسيس نازل وطالب رسميا من السوريين الدخول إلى زحلي. هذا الذي أنقذ زحلي من دائرة الاستهداف العسكري، دخول والتي كانت موضوع ردة طبعا ردة فعل عند أي حادث يقع في بيروت، والذي كان حزب الكتائب اللبنانية قد صعد إلى الشام قبل 24 ساعة واجتمع بعبد الحليم خدام ليطالب باستلام زحلي بالاتفاق معهم واللي بدهم يا قادر. ولكن عندما اتصل عبد الحميد خدام باللواء غازي كنعان وقال له فيها العرض، قال له أهل زحلي بيحكوا باسم أهل زحلي وسكر التليفون. وهذا الذي أدى إلى الموضوع. لذلك مع احترامي للأستاذ سامي جميل، حرام أنا يعني ما بلومه، أبي فتش على دور هيك زعابي وزياداته، يعني ما بلومه أنا، يعني مع أنه خيو كان موزون الله يرحمه، كان يجي لعندي أول زيارة عملها هو الأستاذ كريم سركيس كرمال قصة بيو الرئيس جميل وقت قصة البومة، وبعدين صار يتردد علي، كان رجل موزون ومحترم، ما بعرفه ليش هيك طالع مسكين، يعني ما موضوع يعني شغل يحكي اللي بده اياه، ما فيش مشكله بالقصه، لانه لن اسمح لنفسي لاقول له انه انتم الجينات تبعكم جابت اسرائيل وغطت مجيء اسرائيل وغطت مشروع الجبل وتهجير الجبل وتهجير شرق صيدا، وكان يخطط الى ذلك بالبقاع تمهيدا لتهجير المسيحيين في المناطق الاتيان بهم الى منطقه الشرقيه ويسكنوا هول يبيعوا ال 100 درهم لقاء 100 متر شقه به، وبس صارت حرب التحرير وحرب الإلغاء اللي عملها العباد عن هربوا على البقاع ليسكنوا ببيوتهم، ما لقوش في بيوتهم، ما فيش بقاع، ما لقوا أرض، قعدوا تحت فية التوتيا مثل وقت الروم إجوا وقعدوا تحت فية التوتيا بسكنتا سنة 1858. شو بدو هودي قصة ما بيعرف تاريخ، كمان ما بيعرف تاريخ. نحن نعيش هذه المرحلة حقيقة وأمام قيادات تجهل، ما أنت ثقافي بالتاريخ اللبناني أبدا، لا بطوائف اللبنانية ولا بالتاريخ اللبناني. وأنا بدي كالكلام حقيقة من قلب مجروح، أنا بحبه بحبه، يعني أنا مني ما عندي هذه معود علي هالكلام، إنه ليك ها طلع، يعني مش هذه قصة معودين عليها، بس أنا بأسف على هاي إنه ابن فرنجي هو حفيد سليمان فرنجي اللي بمؤتمر لوزان وقت اجتمعوا كان هو رئيس سلمان فرنجي، كان رئيس جبهة الخلاص، كان معه الرئيس بري، كان معه الرئيس رشيد كرامي الله يرحمه، كان معه وليد بيك جنبلاط، وكان قاعد قدامه عبد الحليم خدام وقت الرئيس أمين جميل بلش بالتنازليات، التنازلات بإصلاح بصلاحيات رئيس الجمهورية، خبط على الطاولة قال له رحت نزل من بيت بيك وشحطه كله وحمل حاله وفل، نزع الجلسة كلها بلوزان كرمال حماية رئاسة الجمهورية. هذا البيت الذي يحمي رئاسة الجوية هناك أمام بيتك لي تحت ظلاله، تم تهجير شرق صيدا، تم تهجير الجبل، أسقط الدور المسيحي في البقاع، أسقط الدور المسيحي في الجنوب، أسقط الدور المسيحي في الشمال، شو خليتوا بالبلد تحت عنوان قيادتكم الكريمة والتاريخية والمشؤومة؟ ما ضل شيء بالبلد، وأنتم أنتم رأس الحرب المسؤولة. فلذلك البيت من الإزاز ما بيراشق الناس بعشارة، طبة طبة يا سامي، والله من قبيل من قبيل نصيحة الكبير اللي بعده بمقتبل العمر، حرام حرام أنت يعني تعيش أوهام بطولات وهمية، أنتم لم تحققوا أي شيء على الأرض، أي شيء على الإطلاق. برأيك هل النظام السوري بعده ينظر إلى لبنان بأنه المحافظة رقم 15؟ لا، هذا الكلام تم اعتراف بلبنان واستقلال لبنان وعن عمل زيارة دولي لدولة من الرئيس الأسد للرئيس لحود، أي محافظة هاي أوهام التخويف. ليكي هودي في بعض المسيحيين عاشوا مسألة الخوف،
سر الخوف بس توقعي فريسته تحتاجين إليه لتثبتي نفسك فيه، وعندما يتباعد عنك تفتعلين أسبابه ومبرراته لأنه أضحى لك مقرة أنه أنا في حبي وفي دجاجي والدجاجي بدها تأكل الحبي. يا عمي طيب بدك تبطل تعتبر حالك حبي، بدك تعتبر أنت حالك أكبر من الدجاجي، وأنت بالفعل أكبر من الدجاجي، والشعب المسيحي والماروني خصوصا بلبنان هو حالة استثنائية في التاريخ العربي والإسلامي وبالمنطقة، ودفع الإمبراطورية العربية جزي دفع الموارد، دفعوا جزي للإمبراطورية العربية. ليش أنت بتحاول تصغره وتعتبره الحبة؟ هل يا ترى إذا أطل مرمرون من عليائه ونظر إلى هؤلاء سيرى مثلا بشخص مثل الأستاذ سامي الشميل يستحق أن يكون من أبنائه؟ لا أدري، ما بعرف حقيقة. يا ريت في كلام بيني وبين مرمرون لحتى أحكي، مع أنه مرمرون لمعلوماتي الدي شرقي أرثوذكسي أصلي، هو من أتباع يوحنا مرمرون الذي اتخذ مرمرون شفيعا له، كمان يمكن ما بيعرفش غيره يا حبي غيره. اليوم مع عودة سوريا إلى الحضن العربي شفنا القمة العربية بالعام السابق، القمة العربية اللي كانت مبارحة، اليوم البعض عم يسأل إنه هل ستكون معادلة سين سين هي اللي رح تنقذ لبنان من أزمته؟ هل ستعود إلى لبنان؟ أنا برأيي ما بعرف شو بده يصير، بس طالما أن اللبنانيين مصرين على الانقسام الذاتي، مصرين على تدمير الذات، مصرين على عدم توحيد المؤسسات، مصرين على عدم الواقعية في التعاطي بالشؤون وامتكنوا الكيدية والأحقاد، طالما إمكانية تواجد الغير لبناني أمر وارد، أمر وارد جدا. سين سين؟ نعم سين سين سعودية سورية؟ بالنهاية هؤلاء دور أساسي سواء شئنا وبين السين سين. المملكة العربية السعودية إلى دولة أساسي وسورية إلى دولة، في جغرافيا سياسية بينك وبينها 200 كيلومتر قبل الرئيس حفظ الأسد، يعني عم بحكيكي منذ فج التاريخ حتى اليوم. لكن لخبرك الشغل، بيطلعوا أمراء الجبل على سوريا أخذين معهم هدايا للحاكم، بيوصلوا بيلاقوا حركة غير طبيعية، تاني بقول فيتو اجتمعوا بعضهم شو بدنا نعمل؟ قالوا له طب روح نزور الحاكم الجديد. راحوا زاروا الحاكم الجديد، قالوا له جاي نتأهل فيك وهون هدايا لك. قال له مين انتو شو بتشتغلوا؟ قالوا له نحن موجودين بهالجبال، نحن مهمتنا حماية الثغور، اي حماية البحر، بمعنى بس يجي هجومه من البحر على الداخل العربي نعطي خبر للحاكم بسوريا. طلع قال له روحوا خليكم ولكم استقلالكم، خليكم مثل ما انتم لكم استقلالكم، لذلك تخليكم ام تقوموا بهالدور. لذلك حبيبتي دائما شو هي العلاقه بين لبنان والداخل العربي؟ استقلال لبنان مرتبط بحمايه الثغور، عندما تحمى الثغور استقلال لبنان محافظ عليه. هيدا اللي ورد بالبيان الاستقلالي الاول، لا نريد لبنان ممرا او مقرا. هلا بيحاولوا يعبروا حياته وحياته بظل عداء مع اسرائيل وصراع مع اسرائيل، شو التعبير؟ استعمل البيان الاستقلالي الاول لهالعبقري بشار الخوري والعبقري رياض الصلح اخترعوه، لا نريد لبنان ممرا او مقرا، هذا هو الكلام اللي بنحكى، غيره كله كلام بين انه كلام بالهوى ما له قيمه. لأختم ملف النزوح قبل ما انتقل للحرب، وهيدا اليوم بعدك بتتخوف من انه يصير في فتنة او وضع امني حساس بالداخل بسبب ملف النزوح السوري؟ لا لقلك شغلي، الحقيقة مصبوط الفتنة السنية الشيعية بالمنطقة اللي كان أبي ينشغل عليها بيتولع تحتها، واللي انا نبهت عنها بالألفين وخمسة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بيومين، وقامت القيامة علي كيف عم بحكي هاي، وتبين بعدين انه هذا اللي صار. نعم
اليوم بعد التطورات الإقليمية والمصالحة السعودية الإيرانية وخصوصا حرب غزة التي وحدت الجبهات الدم بين المقاومين الشيعة والسنة جميعا، أنا برأيي إمكانيات الفتن ذات الطابع المذهبي من هالنوع ببلد مثل لبنان أصبحت غير واردة. والسوريين بشكل خاص ليسوا بوارد أيضا أن يلعبوا هذه اللعبة لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أنه اجت عدة استحقاقات من انتخابات رئاسة جمهورية بسوريا وكانت بعد القصة بأولها. تتذكر الألوف المؤلفة من النازحين السوريين اللي نزلوا ينتخبوا بالسفارة السورية بلبنان للرئيس بشار الأسد؟ تتذكري؟ نعم. صورة خلي خبروك عليك أنت إذا أنت بشيكتين لأنك بعدك صغيرة أنت قديش نكبرك. لذلك أنا برأيي لا، مني متخوف من قصة فتن ذات طابع مذهبي ولا الدول العربية بهالوارد. بارح الاجتماع الذي حدث بين المملكة العربية السعودية والرئيس بشار الأسد والبيان الرئيسي الذي صدر بالمؤتمر الذي تحدث عن ضرورة الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسسة واستقلال سوريا، هذا أمر في غاية الأهمية. كانت قطر مضت علي، طبعا المملكة العربية السعودية كان لها دور أساسي، لذلك نحن في أجواء جديدة قادمة على المنطقة. طب ليش برأيك أنه البعض كان يعتقد أنه السوريين رح يشكلوا مثل جيش لقتال حزب الله؟ هذا الذي كان أني كانوا عايشين بجو أنه بيجوا هودي من سوريا نازحين ونستعملهم للحرب ضد حزب الله. عاشوا أوهام، سمي لي أي خيار أخذوه كان صحيح طريقهم جاعد 75 اليوم، بأي خيار كانت نتيجته نتيجة ناجحة وصحيح، ما في خيار، ما في حرام، ما بيعرفوا. إلى جبهة الجنوب والحرب القائمة منذ 8 أشهر تقريبا، امبارح كان ملفت إطلاق حزب الله غارة جوية وهي تعتبر الغارة الأولى ضد الكيان منذ 73 تقريبا. شو بيعني أنه لبنان اليوم أطلق غارة على الكيان منذ زمن؟ ليك عيدي حتى أحسم لك إياها، المقاومة الإسلامية في لبنان عندها قناعة راسخة وعميقة مثل ما بقرا. أنا ما عندي علاقة مباشرة معلوماتية، ما عندي، بس مثل ما أنا بحلل تعتقد أن أي انتصار لإسرائيل في حرب غزة وأي تصفية للواقع القائم للمقاومة في غزة، الدور الثاني أو المرحلة الثانية هي الحرب الأساسية والكبيرة على لبنان لاستئصال هذه المقاومة. هم لن يسمحوا بذلك. وأنا أعتقد أي تفكير عند إسرائيل للذهاب بهذا الاتجاه سيؤدي ذلك إلى توسيع دائرة الحرب وستكون العراق وسوريا أحد أطراف هذه المعركة. رجع بلي العراق وسوريا ويمكن إيران أحد أطراف هذه المعركة. برجع بأكد العراق وسوريا وإيران أحد أطراف هذه المعركة. قبل طوفان الأقصى بتذكر بخمس أيام تقريبا كنت حضرتك عنا وقلت لنا أنه المنطقة حبلة بالتطورات والمخاطر. صحيح. بعده هيدا المخاض العسير برأيك؟ طبعا طبعا. إلى أن تضع إسرائيل حد لمشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي الذي يبني واقع على جماجم أبناء المنطقة فلسطينيا وغير فلسطينيا. كل أزماتنا في المنطقة العميقة والكارثية كانت بسبب المخطط الصهيوني في المنطقة، حرب الحضارات، الفتن الطائفية والمذهبية، احتلال الدول، التطبيع. هذا انت شفتي بعينك نتنياهو بس طلع قبل بكم يوم من حرب غزة من 7، وانا كنت عندك قبل 7. نعم. كنت ابحتي تقريبا بهالجو. طلع بالامم المتحدة ناقد خارطة حاطط فلسطين التاريخية كلها، ما في لا غزة لا ضفة غربية، تهجير فللون ومنطقة برمتها دون استثناء
خاضعة إما بالتطبيع، خضوع إذلالي إما بالتطبيع أو بالاحتلال أو بمفاوضات السلام وعادة السلام المعمولة. واقع كارثة هذا، هذه الشعوب مهما سكتت لن تسمح باستمرار هذا الوضع، لن تسمح. اليوم بعد 8 أشهر على عام، أنت بتتصوري أنه من سنة 1948 بعد الاجتثاث الذي تم للشعب الفلسطيني من مجازر دير ياسين وكفر قاسم وبجي، وبعد ما شفتي قدامك 67 و73 و82، طيب انت تتصور لو جيت انا قلت لك وقتها سيأتي اليوم بعد 70 سنة ستتم معركة يذل فيها الجيش الإسرائيلي في هذه البقعة من الأرض المساحتها 370 كيلومتر مربع، وستهزم إسرائيل في مساحة مساحتها 1500 كيلومتر مربع، وتفشل باحتواء حزب الله وتفكيك بنيته وعسكريته. كنت قلت هذا واحد مجنون أب يحكي، صح أو لا؟ عمليا نحن عم نعيش اليوم أنا وياك، وأنا عشت هاي المرحلة كلها. نعم عم نعيشها، عم نشوفها قدامنا اليوم. يعني بعد 8 أشهر تقريبا على عملية حماس بغزة، برأيك أو هل بتقول لحزب الله أنه يا ريت ما فتت هيدا، فتت على خط الحرب؟ قلت لك وأعطيتك الجواب، حتى لو قلت له أنا يا ريت ما فت، عنده قناعة، وفي قناعة فيها منطق كبير، وهذا في تهديدات وفي تصريح إسرائيلية بالموضوع واضحة. نعم. إنه بس يخلص من غزة فيها النصر سيقوم العالم بدعمه لمسح لبنان بقصة بالتالي بحزب الله. سبقهم. هيدا الخوف بطل موجود يعني؟ عنده لا طبعا مش موجود. لا عند الجماعة مش موجود. بفضل حزب الله؟ يا حبيبتي لقلك ليش. هاي غزة منطقة محاصرة صار 17 سنة. نعم. صح؟ نعم. قديه صاروا 8 أشهر أبيقاتل الإسرائيلي وشايفي بعينك نفسي. صح. قتلى نساء أطفال، جينوسايدز، إبادات جماعية، طيران بيضرب على نساء أطفال. فيك تسبيلي عسكري واحد من المقاومة شلته إسرائيل صورته جثة أو ملقى القبض عليه؟ بعدهم أبيقاتلوا بالشمال، قتال أفضل من المرحلة الأولى بالقتال. هون ما في شيء اسمه منطقة محاصرة، عمق هذا يبدأ هنا وينتهي بحلب وينتهي بالعراق وينتهي بإيران، ما فيك تخلصي منه. وبالتالي سيأتي الظرف وبدك تشوفي أنه المنطق الذي المسلوك من قبل الدول الغربية اللي بلشوا يتواضعوا إلى حد ما بالرغم من المقابرة، أنا برأيي الشخصي بده يتغير، لأنه هذا الموضوع الحل الطبيعي بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الطبيعية. هناك تخوف اليوم كتير عم نسمع أنه عم يتخوفوا اللبنانيين أنه إذا انتصر حزب الله بهذه الحرب قد يفرض الشريعة الإسلامية على اللبنانيين. كيف بده يفرض؟ هل هيدا الشيء وارد؟ وين انفرضت؟ انفرطت بالمدينة وقت الرسول أخذ السيطرة بالمدينة، إجا عمل دستور بينه وبين المسيحيين وبين اليهود، وكان التمثيل تمثيل نسمي، اليهود خلفوا وتآمروا عليه، وكانت الآية المشهورة تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طيب وين بالتاريخ؟ عمر بن الخطاب فات احتل القدس، وصل على كنيسة القيامة رفض يفوت يصلي، قال له بكرة بيجوا بيقولوا هنا صلى عمر وبيخدوه، قعد برا وعمل العهد العمرية. طب كيف هذا الكلام الشريعة الإسلامية؟ كيف بدأت يقدروا يفرطوا الشريعة؟ هلأ أنت بتقتنعي بالشريعة الإسلامية أو بتقنعي بالمسيحية موضوع تاني، بس أنت يفرط كيف بده يقدر يفرط؟ طب هو 11 مليون واحد أقباط بمصر، شو قدروا فرضوا؟ ومنشأ الإخوان المسلمين كان بمصر. قيادات خايفة على حالها وعلى دورها وعلى مشاريعها وعلى مصدر رزقها، على مصدر رزقها، على التجارة التي يعني تستعمل من أجل تبرير بقاء أو ديبوبتها.
تخلق لك مخاوف للناس تبدأ ولا تنتهي. وانتبه هاي مخاوف ضرت كتير، لأنه جانب من أسباب هجرة المسيحيين من لبنان كان هالجانب التخويف. ما صارت بالبقاع قبل حرب التحرير والإلغاء، ما صاروا يخوفون، ما نحن عايشينها. تلفتون وشو معكم قديم أن تعملوا فوق؟ بيعوا، يبقى الواحد عنده 100 دنم أرض يبيعوا ليزر يشتري 100 متر مربع ببيروت، يبيع الأرض ويجي على أساس إجا على المنطقة الآمنة، واستطلع قدامه لقى في حرب إلغاء من بيت لبيت، الخي بيقتل خيه، هرب طلع لفوق ما لقى محل ينام فيه، ما لقى محل ينام فيه. هاي قصة معروفة، مش انه انا بقول لك اياها. لذلك هذا الموضوع قصة انه تفرض اسلام وتشيل اسلام، هذا ما هذا كلام. دولتك بالعام 2002 حضرتك كنت بصلب الحياة السياسية وقتها صار مبادرة السلام العربية. اليوم برأيك السعودية رح تنجح بتطبيق هيدي المبادرة مجددا؟ هل الظروف هذه مبادرة ممتازة وجيدة؟ لما نفذها مين؟ مين؟ الأمريكي واليهودي والصهيوني وإسرائيل، مين منعهم لنفسهم؟ بعدهم لحد هلأ السعوديين بيقولوا أنه كعمي، والعرب هولي الأنظمة اللي هني حليف لهم واللي منهم طبعين مع إسرائيل، لك كعمي في مبادرة طبقوها لحتى نحل الإشكال. مشروعهم مش مشروع تطبيق مبادرات، مش مشروع تطبيق مبادرات. اليوم كل حرب بتنتهي بتسوية، برأيك لنختم هيدا الملف، رح تنتهي على حساب المسيحيين بلبنان؟ على حساب المسيحيين في لبنان؟ لا لا، ما تنتهي على حساب، قد تنتهي على حساب بعض القيادات المسيحية، ولكن إذا انتهى دور بعض القيادات المسيحية لا يعني أن دور المسيحيين انتهى، يبدأ دور المسيحيين. لأنه هذه القيادات أثبتت أنه دور يتقلص على ينكمش على ذاته لتبرير استمراره، وبيرفع شعارات سامي جبيل يلا بضربة حجر شطوباط يا حرام. ماشي الحال اليوم بالملف الرئاسي ما عم يضطهدوا المسيحيين؟ نعم، هل يضطهدوا المسيحيين اليوم بالملف الرئاسي؟ أبدا مش عم بعد بيقول انه بطل بإيدهم الملف الرئاسي ولا الحكومة ولا لا لا لا، اول شيء مش بإيدهم، اول شيء تبي شغلي هاي كذبة كبيرة وأنا معني فيها لأنه كنت بقلبها. ما في شيء اسمه المسيحيين معنيين بملف الرئاسة أبدا، هذا موضوع طرحته أنا شخصيا، لم ينوجد قائد ماروني واحد يطرح. وقت كنا عم نعمل معركة ميشيل عون، أنا قلت له بالاجتماع الذي عقد بين رؤساء الأحزاب الأربعة ممثلي الأحزاب الأربعة ببكركي برئاسة المطران مظلوم وبمبارك من قبل البطرك، وأنا كنت من كنف البطرك بالاجتماع، يا أخي في ممثل يمثل أكثرية ساحة 27 نائب مسيحي اسمه ميشيل عون، يجب أن يكون هو رئيس الجمهورية لأنه بيمثل أكثرية المسيحية. لبط بالأرض الدكتور جعجع اللي كان عنده 7 نواب بدري 60 سنة، والكتائب اللي كان عندهم 3 نواب، والسلمان الفرنسي اللي عنده 4 اللي كان ماشي مع ميشيل عون، يعني صبوا 31 نائب، لبطوا الأرض أبدا. مش هيك القصة، في مسلمين بالبلد يقولون طيب أوكي شو المطلوب؟ المطلوب أنه أي واحد بيجي من الأربعة هو ممثل شرعي للحضور والشرعية المسيحية، اللي لهم أوكي عمل بيان وتوقع وبكركي على اطلاع بذلك، وبكركي على اطلاع. ليش أنا وقت قلت الكلام؟ مش لأنه مركز الماروني هو ملك الموارني، لا مش ملك الموارني، ما بحياته كان ملك الموارد. هو ليش قلت؟ لأنه كان قانون الانتخاب قانون مشوه، في 35 نائب أب ينتخبوا من كنف الطوائف الأخرى. جيت أنا طرحت شعار تحرير هؤلاء من كنف الطوائف، ولحق بي وبهذا المنطق الزعماء الموارد، ورجعوا بعضهم تركوا بهالموضوع، تخلفوا عن التأييد. ليش مرحلة نرجع نسمي أسماء ونرجع نحكي فيها؟ خلينا نطلع منها.
وهذا شيء معروف للقاصي والديني، وسمي وقت القانون القانون الأرثوذكسي لأنه أنا طارحه، لأنه اللقاء الأرثوذكسي تبناه ورجع طرحه، سمي القانون الأرثوذكسي من قبل البعض قال بنية البس ولبوسا أرثوذكسيا أي كي يسيء إنه لحتى الموارد يتحسسوا. ما هي بالأساس فكرة مارونية من سنة 1960، أنا دخلت عليها بس النسبية ضمن الطوائف لحتى أعمل ديمقراطية جوات الطوائف. على حالتين الله يساعد، هذا الموضوع ما إنه العلاقة المسيحيين، مسيحيين طرف من الأطراف اللي إنه الحق ينتخبوا رئيس جمهورية، أما أبدا، كما وإنه رئاسة الوزارة أنت ككتل مسيحية موجودة أو ككتل فيك مختلطة تجي بتأيدي رئيس الوزارة اللي بدك إياه، كمان رئاسة مجلس النواب مفروض تنتخب من قبل الطوائف كلها. هذا موضوع دقيق وكذبة كبرى يقولوا نحن المسيحيين بدنا أبدا. بعدين ما قال أنه اجتماع سمير جعجع وجبران باسيل هو بصادر الإرادة المسيحية كلها أبدا، هني عملوا هذا القانون مشوه ويجب تعديله لحتى يحصل تمثيل المسيحي فيهم. أما في نواب 15 نائب براني ونظامنا نظام برلماني، بكرة شنهار نعمل جلسة خصيصا لشرح النقطة من الزاوية الدستورية علميا، مناش كله هذا حكي صحيح بحاجة. هل صحيح أنه كنت عم بتحيك الرئاسة لبسيل وكان وعدك بشيء؟ لا مش وعدني، ما حدا وعدني بشيء. وعدني شو؟ ما بعرف، وعدك بركة وزارة بركة لا طبعا أعوش بالله لا وعدني. أنا كنت أنا طرحت علي القصة، كان على البلكون بالقصر كنا نقعد بالجمعة مرة ومرتين، وقلت له أنا بدنا ماروني يترشح، لا أنا بدك ماروني ليترشح، شو ما بدي أجيب أنا في أختار شخصية ماروني. طلعت لقيت قلت له خلي أكون جبران، بدك يا أهلي؟ قلت له عام هاي بدت نعمل بدها شرطين، بدت إيد صياغة العلاقات مع الكتل النيابية الموجودة بهذا المجلس وقتها، وبدها أنك أنت تستقيل قبل تصادش لنقدر ننتخب رئيس. قال أنا حاضر. شو تبدل؟ ليش بطل دعمه اليوم؟ لا هي قصة تاني، بطل دعمه لأنه بعد ما عمل رئيس وصفى وتحرر سلسلة جبال لبنان الشرقية، صفى قدامي جبران باسيل، بطل قدامي ميشيل عام. شو ماشي الحال؟ لا خلص خلينا أصلا نضل نحكي بهالموضوع. ختاما دولة الرئيس، إذا ما نقول للمشاهدين نحن المرحلة المقبلة شو رح تحمل للمنطقة ككل؟ المنطقة بعد اليوم لن تكون كالمنطقة أمس. المنطقة اللي بعد اليوم بدك تشوفي فيها خاضعة لنظام دولي جديد، نظام عالمي جديد، في موازين قوى جديدة، توازنات جديدة، وبالتالي قوانين اللعبة التي كانت سائدة في 20 سنة الماضية ستتغير في المنطقة لمصلحة توازنات عالمية جديدة، لأنه أول هزيمة ستتم هي في أوكرانيا، ثاني هزيمة ستتم في غرب آسيا يعني عندنا بالمنطقة، وثالث هزيمة لشك ستتم في بحر الصين آجلا أو آجلا. دولة الرئيس إلي الفرزلي، أنا بدي أشكرك، ميرسي لك. أهلا وسهلا فيك حبيبتي.